السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حديقة تهامة في وسط القوز، حديقة صغيرة وجميلة قديمة، تحسنت قبل فترة أحد سنوها. طبعا الآن فاضية أغلب وقتهم في الليل، يعني جلوس سواء شباب ولا عوائل. على الخط السريع خط الساحل، طبعا هذه التركات حقت الشاهي وخلافه. جميل للشباب، عندهم أماكن يجلسوا فيها ويقضوا الليل فيها، وصارت بديل للقهاوي حق زمان. نظرة عامة صغيرة لكنها طيبة.